تنظيم القاعدة تحت المجهر الأمريكي مجددا في سوريا. البنتاغون يعلن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبد الحميد مطر في ضربة جوية في إدلب شمال غربي سوريا. واشنطن حذرت من أن التنظيم الإرهابي لا يزال يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها. فأي تهديد تمثله القاعدة على واشنطن؟ وهل الحرب ضد الإرهاب ستكون بلا نهاية؟ معنا الآن من القاهرة الخبير في الجماعات المتشددة ماهر فرغلي. أستاذ ماهر، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. إذن غارة تؤدي إلى مصرع أحد القياديين في تنظيم القاعدة، هذه المرة في إدلب في سوريا. بداية، يعني حسب المعلومات ما صدر عن البنتاغون، هذه شخصية مهمة في التخطيط والترتيب للقيام بعمليات إرهابية، ولكن في نهاية المطاف إلى متى يمكن أن يستمر هذا الأمر؟ لأن القيادات التي تقتل تظهر مكانها قيادات أخرى، إلى متى يمكن أن نتوقع هذه المسألة أن تستمر برأيك؟ بعد التحية، أولا هو صفحات التنظيم تحدثت على أن هذا الرجل عبد الحميد هو له اسم حركي آخر اسمه أبو أحمد البرقاوي، وأنه قتل في سيارة كان يتنقل فيها بعض القيادات، وأنه من القيادات الوسيطة وليس من القيادات الكبرى، وأنه كان تابعا لجبهة النصرة فترة من الفترات ثم انشق عنها وانضم إلى تنظيم حراس الدين. وحراس الدين هو تنظيم يبايع القاعدة، يبايع الظواهري بشكل مباشر، يحاول مؤمن بالعولمة التي يطلقون عليها العولمة الجهادية. والآن يقوده أبو عبد الكريم المصري، وهو شخصية مطلوبة على رأس المطلوبين على القائمة الأمريكية، وهو شخصية خطيرة جدا. ليست الشخصية الأولى في حراس الدين التي يصطادها الأمريكان، من قبل اصطادها محمد السوداني وعدد من القيادات. إلى متى؟ الأمور مستمرة، لأن تنظيم القاعدة في سوريا حاول أن يلملم نفسه، يلملم أطرافه، بعدما أبو محمد الجولاني أعلن الانفصال السياسي عن تنظيم القاعدة في جبهة تحرير الشام، وشكل جبهة تحرير الشام، انشقت بعض الميليشيات وبعض الفصائل التابعة لهذا التنظيم المؤمنة بأفكار التنظيم، وبايعوا الظواهري وحاولوا أن يعيدوا نهج تنظيم القاعدة مرة أخرى. حتى أن أبو محمد المقدسي منظر هذا التنظيم، يعني الأردني الشهير جدا، طالب حراس الدين أن يحل نفسه، يعني حتى لا يخلى بينه وبين جبهة تحرير الشام التي كانت تسلم هذه العناصر وكانت تغتال هذه العناصر، لدرجة أن أبو جليبيب الأردني وسامي العريدي وكل هؤلاء القيادات وبالفرج المصري وغيرهم كلهم تقريبا تم قتلهم أو تم القبض عليهم. والولايات المتحدة الأمريكية تسير على نفس النهج باصطياد قيادات حراس الدين واصطياد قيادات القاعدة، نظرا لأن التنظيم لازال يحمل أصابع الخطورة ويحمل بصمات خطرة في سوريا أو خارج سوريا. طيب، كان لافتا أيضا في شهر سبتمبر الماضي كان هناك غارة قضت على سليم أبو أحمد القيادي أيضا البارز في هذا التنظيم. اللافت أنه هذه المناطق أستاذ ماهر خاضعة للسيطرة التركية، ما الذي يقوله ذلك عن الوضع الذي تحاول تركيا أن تفرضه هناك؟ وطبعا عذرها الأول أو ذريعتها الأولى لتواجدها هناك هي محاربة الإرهاب بين قوسين، كيف تقرأ ذلك؟ نعم، هو سليم أبو أحمد في البداية، طبعا سليم أبو أحمد كانت الغارة مستهدفة أبو أنس التونسي وفر من السيارة وقتل سليم أبو أحمد، أيضا عضو في هذا التنظيم حراس الدين. حراس الدين في شمال غرب سوريا في مناطق خاضعة للأتراك تحت النفوذ التركي، مجموعات كثيرة جدا ليس حراس الدين فقط، وكانت الاستراتيجية الأمريكية هي اصطياد قيادات داعش. الآن الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بدأ يركز على الفرع الآخر وفرع القاعدة، يعني ليس داعش فقط، وهذا تحول كبير جدا للعلم. يعني كان يترك القاعدة ومركز التركيز الكبير جدا كان على داعش، الآن شعروا بالخطورة فبدأوا يصطادون القاعدة. طبعا القاعدة
لها نفوذ كبير جدا في الشمال غرب سوريا، لدرجة أنها كانت البغدادي نفسه كان تحت الحماية في هذه المناطق فترة من الفترات، وكان داعش يدفع أموال لتمرير عناصره في هذه المنطقة لتنظيم القاعدة، والأتراك يحمون كل هذه المنظمات ويمررون كل هذه المنظمات وهي تحت حمايتهم وتحت نفوذهم ويشغلون. يعني نحن لدينا تنظيمات هي تنظيمات وظيفية تؤدي وظيفة للأتراك، وتنظيمات أخرى أيديولوجية هي مؤمنة بالفكرة فقط ومتطرفة بشكل كبير جدا، ولكن الأتراك يستفيدون بشكل كبير جدا من هذه التنظيمات ويدعمون الإرهاب، يدعمون هذه الجماعات الإرهابية للأسف في صمت كبير جدا من العالم حتى الآن. الحرب الأمريكية على هذا التنظيم أستاذ ماهر الآن مستمرة ل 21 سنة تقريبا أو شيء من هذا القبيل منذ أحداث 11 من سبتمبر، ومع ذلك ما زلنا نسمع عن نشاط لهذا التنظيم تحديدا تنظيم القاعدة بين الحين والآخر. ما الذي يقوله لنا هذا عن فاعلية وجدوى هذه الحرب حتى الآن؟ لدينا أصلا ثلاثة مستويات الحرب على الإرهاب والحرب على التطرف العنيف. المستوى الأول مستوى تفكيك التنظيمات واصطياد الرؤوس واصطياد القيادات. أعتقد أن كثير جدا من القيادات بدءا من بن لادن حتى من قتل عبد الحميد اليوم يعني تصطاد الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا والتحالف الدولي وكل الدول التي تحارب الإرهاب يعني، لكن هذا مستوى، لكن له لا يكفي، هناك مستوى آخر مستوى وقائي. المستوى الوقائي برامج وقائية للمجتمع وللشباب أن تقع في براسنة التطرف، والمستوى الآخر الثالث وهو مستوى علاجي، علاج من يقعون في براسنة التطرف. فأعتقد أن المستوى الأول فقط التفكيك لهذه التنظيمات واصطياد رؤوس القيادات هو فقط الذي يعملون عليه بجد، وهناك استراتيجيات كثيرة جدا للعمل عليه بجد، ورغم ذلك نجت قيادات كثيرة ونجت تنظيمات كثيرة، وتحاول التنظيمات التكيف مع الحصار، التكيف مع المواجهات الدامية، التكيف مع اصطياد قياداتها. يعني القاعدة مثلا الآن على سبيل المثال يمر بمشكلات كثيرة جدا. مشكلة واحد أن أزمة طالبان على سبيل المثال أنها يعني الآن أزمة كبيرة جدا، ثانيا اصطياد قياداته، ثالثا حصاره في مناطق كثيرة جدا، فهو يلتف حوالين حاليا يدمج ما بين المجموعات في مالي وهذه المجموعات ويحاول أن يقفز على هذا الحصار. شكرا جزيلا لك الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، كان معنا من القاهرة.